الكونغرس الأمريكي ميزانية للعام الجديد 4 تريليون دولار. كان لدينا أيضا الكثير من الأرقام الاقتصادية حول العالم. اليوم لنذهب إلى ضيفنا، ينضم إلينا من أبو ظبي السيد نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق بـ ADS Securities، لنحلل هذه الأخبار. أهلا وسهلا بك معنا نور الدين. كيف تتوقع اليوم افتتاح وول ستريت في ظل هذه الميزانية التي اليوم ينوي أوباما تقديمها إلى الكونغرس، رغم أن الكثير يعتبرون أنها ميتة قبل أن تولد، لن تمر بالكونغرس؟ شوف، هي ميتة قبل تولد، هذا شيء مفروغ منه، لكن الشيء أيضا الأهم من جديد أنه لن يقدم ولا سيؤخر. أرقام الجي دي بي التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة، كنت نوعا ما متفائل بأن تأتي الأرقام 2.7%، هذا ونحن متفائلين، أتت ب 2.62. الشيء الأهم من ذلك أنه معظم هذه الأرقام أتت بدافع من القطاع الصحي، والأهم من ذلك أنه الانفنتوريز واللي هي مخزونات الاقتصاد الأمريكي ارتفعت ب 113 مليار، وهو أعلى مستوى في القرن 21. هذا ما يعطينا إشارة إلى أنه الآن ارتفاع المخزونات بشكل كبير سيؤدي إلى انخفاض البرودكشن أو انخفاض الإنتاج. هذا الشيء أيضا سيعود مرة أخرى على الجي دي بي من جديد إلى مدون مستويات حوالي أو 2.5 تقريبا خلال الربع الجاري اللي نحن فيه وأيضا الربع الماضي. اليوم لدينا العديد من الأرقام اللي هو الكور بي سي اي برايس اندكس أو مؤشر أسعار الاستهلاك، الإنفاق الاستهلاكي الأساسي، توقعت من جديد إلى انخفاض مرة أخرى ومدون مستويات الفدرالي الأمريكي بكثير، نتطلع إلى 1.1%. جميع هذه الأمور من جديد لا زالت تشير إلى نوع من التباطؤ بالاقتصاد الأمريكي، نوع أيضا من عدم قدرة الفدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفوائد خلال العام الجاري، لكن بنفس الفترة أيضا الأرنينجز أو اللي هي يعني أرباح الشركات خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي بدأنا نشهد نوع من الانخفاض من جديد، وهذا الشيء الذي أدى على أو أدى إلى انخفاض وول ستريت خلال تداولات يوم الجمعة. والشيء الأهم أيضا اللي هو انخفاض أو انخفاض شهر يناير يعطينا إشارة إلى مزيد من الانخفاضات خلال على الأقل شهر فبراير، هذا الشيء على الأقل. لننتقل إلى أرقام البي أم آي الصادرة اليوم صباحا ضعيفة في الصين، بريطانيا أتت أعلى من المتوقع، مع ذلك الجنيه الاسترليني متراجع واليورو يسجل قليل من الارتفاع على الدولار اليوم، كيف تفسر ردود أفعال السوق على هذه الأرقام؟ إلى الآن هو نوعا ما إغلاقات شهر يناير هي التي تلعب الدور الأكبر في أول فترة تداول لهذا اليوم، ودائما يكون لدينا يوم الاثنين، يعني يوم الاثنين من تداولات الأسبوع دائما بنسميه تريكي. لا أفضل أيضا التداول خلال يوم الاثنين قبل، يعني أفضل التداول يوم الثلاثاء وما بعد ذلك. لكن الأرقام من الصين أيضا أعطتنا نوع من الإشارات لمزيد من التباطؤ، حتى الأرقام البريطانية بالرغم أنه شاهدنا في ارتفاع بمؤشر مديرية المشتريات في قطاع الصناعة التحويلية، لكن إلا أنه في هناك الأرقام الأخرى بهذا المؤشر اللي هي الامبلويمنت التي انخفضت الى ادنى مستوى في حوالي 3 اشهر، هذا الشيء يعطي نوعا ما اشاره الى نوع من التباطؤ، لكن ليس بهذا التباطؤ الكبير، لا ننسى انه التوقعات كانت تشير الى انخفاضه، لكن التداولات تبقى في نطاق ضيق نوعا ما، لكن خلال الشهر الجاري لا زلنا نتوقع الجنيه الاسترليني ان يستمر بالانخفاض الى حوالي 1.4912. نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الاسواق بـ ADS Securities، شكرا جزيلا لك. ايضا نتابع بالطبع